السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد عن سلسلة أنظمة إدارة المحتوى وإزاي تقدر تنشئ موقع على منصة بلوجر، المنصة المجانية اللي أنت مش محتاج إنك تدفع فيها أي فلوس إلا حاجة واحدة بس اللي هي الدومين دوت كوم. ومعروف إن الدومينات المدفوعة اللي هي بتبدأ ب www دوت وفي النهاية بتبقى دوت كوم، وأنا أرجح لك دايما دوت كوم لأنها بتبقى الأفضل في الأرشفة وأنظمة المواقع، وهنشوف مع بعض في الفيديو ده ويلا بينا. طبعا ما انت اشتريت الدومين بتشتريه طبعا بالفيزا او بتشتريه باي وسيله دفع، المهم تكون الدومين عندك بالشكل ده كده على اي استضافه، بتضغط على كلمه مانج ومن هنا بتدور على حاجه اسمها Advanced DNS. على ما تفتح صفحه Advanced DNS بتروح عندك على حاجه هنا اسمها نطاق خاص على منصه بلوجر. هتروح الاول على الاعدادات، بعد كده بتنزل تحت كده شويه علشان تدور على حاجه اسمها نطاق خاص، وبتبدا تضيف هنا تقول له www. وتحط الدومين بتاعك، اهم حاجه تأكد ان هو الدومين يكون مكتوب صح. soinbox.com، بعد كده بتضغط على كلمة حفظ هنا وبتستنى شوية لحد ما يظهر لك الرسالة باللون الأحمر دي. بتاخدها كوبي كده وبترفعها على أي ملف تكست عندك، وبعد كده بتروح عندك على DNS، ننزل تحت كده شوية قول له هنا New Record. بتنزل تحت كده لحد ما تدور على حاجة اسمها CNAME Record. تمام؟ زي ما هو مكتوب عندك هنا بقول لك في أسماء النطاق. DNS ادخل سجل اللي هو السينيم، تكتب هنا الاسم اللي هو www، تمام، اللي هو الهوست، والتارجت معانا بيكون اللي هي الواجهه بتكون ghs.google.com. بعد كده تضغط على علامه صح هنا وتضغط على نيو ريكورد تاني، تضغط تنزل تحت كده على السينيم وتروح عند هوست وتنسخ الهوست ده او الاسم، عندنا بيبقى بالشكل ده كده. بعد كده بتروح عندك على الواجهة وبتاخد الكلام ده تاني وتقول له هنا target وتقول له اوكي. كده هيعمل معاك سيف، تمام، بس لكن في رسالة قالك انا يرجى الاطلاع على الرابط ده علشان في تعليمات تفصيلية. بتضغط على الرابط ده علشان نروح على نطاق بلوجر. هتنزل تحت كده شوية علشان نروح عندنا على الدومينات اللي موجودة دي. دي اسمها ايباهات. الايباهات دي لازم تضاف عندك في الاستضافه او في الدي ان اس بتاعنا. بتاخد الدومين ده كده بتقول له هنا اول حاجه او الاي بي اول حاجه كابي، وترجع تاني هنا تقول له ريكورد، وتضغط على اي ريكورد وتكتب هنا 8، تمام، وبتنزل هنا على الاي بي وتقول له سيف، وبترجع تاخد النطاق اللي بعده وهكذا لحد ما يتم الانتهاء من كتابه النطاقات عندك، وتقول له 8 وتقول له ضيف هنا الاي بي وتقول له اد ريكورد وتحط هنا تاني، تضيف هنا نفس الدومين، عفوا نفس الاي بي، تمام. المهم بس تتاكد ان كل حاجه مكتوبه بصح علشان مفيش حاجه تغلط انت فيها ويسبب لك مشاكل في الدومين بتاعك. بعد كده بتقول له هنا سيف اول تشانجز، تمام، خلاص كده انا ضفت كل حاجه قدامك. بروح عندي على الاعدادات وبقول له هنا حفظ، وعلى طول بيتم ربط الموقع بتاعي بدومين دوت كوم. تعال اقول لك بقى على حاجه مهمه جدا، علشان الموقع يفتح معاك لازم ان نطاق اعاده التوقيع تفعله، وكمان مدى توفر HTTPS تفعلها، واعاده التوجيه باستخدام HTTPS برضو تكون مفعله. كده انا شرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم.